أكد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء استمرار الهيئة في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتوسعة وتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء والماء في مملكة البحرين. وفي هذا الصدد أعلن رئيس هيئة الكهرباء والماء أن الهيئة تخطط حاليا لإنشاء مشروعين جديدين بالشراكة مع القطاع الخاص، هما مشروع محطة سترة المستقلة لإنتاج الكهرباء والماء ومشروع محطة الحد المستقلة لإنتاج الماء، واللذين سيتم تنفيذهما خلال السنوات الأربع المقبلة، موضحا بأن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للكهرباء والماء باستخدام أحدث التقنيات العالمية لزيادة الكفاءة الإنتاجية وتلبية احتياجات النمو السكاني والتنمية العمرانية والاقتصادية في المملكة، وتماشيا مع خطة الهيئة في استبعاد المحطات القديمة والاعتماد على محطات جديدة ذات كفاءة عالية، ما يسهم في تقليل انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة، مؤكدا أن الهيئة قامت بطرح وثائق التأهيل المسبق للمطورين المحليين والدوليين عبر موقع مجلس المناقصات والمزايدات الإلكتروني. وفي سياق متصل أعلن رئيس هيئة الكهرباء والماء قرب الإعلان عن مشاريع جديدة لإنشاء محطات طاقة كهروضوئية، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تعكس رؤية الهيئة في تعزيز الاستدامة والبنية التحتية للطاقة والماء.